هل بيبقى الحل في البعثات العلمية اللي بره انه البطل يطلع يدرس زي ما حصل مع فريدة وحصل مع ناس كتيرة، ده ممكن يطور ارقامها ويفيدها اكتر؟ بالتأكيد طبعا ده بيفيد اكتر، وهم بيكتسبوا خبرات اكتر، بيكون في احتكاكات اكتر، بيكون في ممكن تطور تكنولوجي اكتر، وخاصة ان احنا دلوقتي في عصر الانفتاح على العالم وتطور التكنولوجي والرقمي، فدي اكيد حاجات كلها بتفرق جدا. بجانب بقى الحاجة الاهم ان دايما بره بيكون في الجامعة ليها زي ايه نقول عاملة كونكشن كده ما بين الرياضة والدراسة، فالحاجتين مع بعض مش بيتجزأوا عن بعض، فدي حاجة مهمة جدا احنا مفتقدينها هنا لسه شوية في مصر. وده بجانب طبعا بقى الوقت اللي بياخده الطريق في الزحمة والحاجات دي كلها، لكن هناك لما بيكون كله في مكان واحد طبعا ده جزء بيساعد جدا الرياضي ان هو يعرف يركز اكتر وما يبقاش عنده توتر من الاحداث التانية اللي بتحصل حواليه اللي هي براه وهو ما فيش حاجة بايده يعملها فيها يعني. طيب احنا اشرنا من بدري ان انت حصلت محطات ومطبات في حياتك، انت نصيحتك لاي رياضي ممكن يحصل له مطب، ممكن يحصل له تعثر، ممكن يفشل في بطوله، ممكن يخفق لاي سبب او لاخر، ازاي يقدر يتخلص ويعاود الانطلاق؟ هو الحقيقه النقطه الاساسيه في الموضوع ده علشان ان احنا نقدر نكمل ان احنا يكون عندنا هدف. طول ما احنا عندنا هدف هنقدر نعدي اي صعوبات. اللي بيساعد بقى على كده ان احنا لو شايفين نفسنا بنوصل للهدف ده اكيد ده برضو بيساعد وبيشجع اي حد. حضرتك لو عندك حاجه وشايف ان السكه دي بتروح لها حتى لو بتروح حته وبتتراجع فيها شويه بس شايف ان في تطور، اكيد ده طبعا هيخليك متشجع اكتر ويخليك تحاول توصل لهدفك اللي انت نفسك فيه. لكن طول ما مفيش هدف محدش طبعا هيوصل لحاجه خالص. طيب انا بيحضرني نموذج واحد زي محمد صلاح كنموذج للشباب المصري، يعني محمد صلاح لما يروح البريمير ليج ويتعثر مع تشيلسي وتشيلسي لا يقتنع به فياخد خطوتين لورا ويغير مساره ويروح الدوري الايطالي، بس يروح علشان يعاود بقى يعمل جامب عالي جدا بالظبط يوصل للي وصل له. وده اللي احنا بنقوله ان فعلا مش معنى ان احنا تراجعنا لخطوات ورا معناها ان احنا كده بنرجع لورا لا خالص، احنا ممكن نرجع خطوه لورا ونقدم عشان 10 خطوات أكتر. قدام وهكذا. ده في السباحه كمان مهم اعتقد في سيكولوجيه السباح حتى. بالنسبه لي ده في سيكولوجيه اي رياضي، اي رياضي عايز يوصل لحاجه لازم يكون عنده هدف ويفضل وراه لحد ما يحققه. حققت هدفك في دخول فنون جميله وحققت هدفك في حمامات السباحه، طموحك للسباحه في النادي الاهلي ايه؟ اكيد ليكي رؤيه لان انت كمان بطله وبتسمعي شكاوي السباحين واسر السباحه، ايه رؤيتك فيها؟ انا نفسي طبعا انا شخصيا اكون بدعمهم رقم واحد، واعتقد ان دي برضو حاجه هتدي للاطفال والنشء الجديد دفعه معنويه قويه، ودي حاجه مهمه قوي في السن الصغير لان السن الصغير عاده عمره ما هيبص للماديات، يعني طبعا هيكون بيهمه اكتر المعنويات. أيوة. دي حاجه هتفرق معاهم جدا. فانا شخصيا نفسي اعمل ده يعني، مع بقى استكمال فكره مشروع البطل الاولمبي في النادي. فاكيد ان احنا نفسنا نطبقها على قدر المستطاع بحيث ان احنا نقدر نطلع من كل الرياضات ابطال اولمبيين يقدروا ان شاء الله يمثلوا مصر بطريقه مشرفه في المحافل الدوليه. بتتكلمي في كده مع اسره السباحه؟ بتسمعي منهم؟ بسمع طبعا منهم، بسمع منهم وبدعم الاولاد جدا على قد ما بقدر الفتره دي، وان شاء الله بعد كده يكون في دعم اكتر واكتر باذن الله. بيطالبوا بحمامات سباحه اضافيه؟ الحقيقه في عندنا فرع الجزيره وفرع الشيخ زايد. طبعا فرع الجزيره لان هو الفرع الرئيسي والاقدم يعني، ومساحته يعني مش مساعده قوي لتحقيق للاضافات لتحقيق يعني اي متطلبات للاعضاء عموما. فده يعني عامل لنا شويه تحدي كده في الموضوع، بس ان شاء الله يكون ليه حل. والمجلس طبعا مهتم بحاجه زي كده جدا، والشيخ زايد طبعا نفس الحاجه لان احنا عندنا بقى في تكدس كبير جدا للاعبين اللاعبين عموما والسباحين والاعضاء، فان شاء الله في المرحله الجايه للشيخ زايد ان شاء الله يكون فيها انشاء حمام سباحه جديد برضو بحيث ان الاعضاء يكونوا يعني مستريحين اكتر في استخدام البسين وكده. طبعا التجمع هيحل كتير من المشاكل، بالتأكيد انه هيبقى فيه منشآت كتيره جديده طبعا.
هو كل فرع الحقيقة كل يعني كل ما بنفتتح فرع جديد ده بيهدي شوية من الفروع الأخرى، لأن كل حد بعد كده بيتجه للحاجة الأقرب ليه يعني جغرافيا يعني. لكن مدينة نصر الأمور بقى في المجمع الأولمبي بتاعك وده حاجة هايلة. طبعا ده من سنين كتيرة جدا واتعمل فيه بطولات كتير أعتقد مش موجود كتير في المنطقة نفسها مجمع السباحة الأولمبي بتاع مدينة نصر. لا مش موجود كتير فعلا. هو تقريبا يمكن هو والاستاد استاد القاهره. انما في دول كتيره ما عندهاش حتى البنيه التحتيه الكبيره في السباحه. بالظبط. اهلي مدينه نصر طبعا معموله على اعلى مستوى، احنا بننزل فيه بطولات من واحنا يعني اطفال صغيرين، وما شاء الله يعني لحد دلوقتي على اعلى مستوى البسين طبعا.